متحمس جدا، عايز اكسر الدنيا، وبيكون بيشجعني جدا فعلا. ما دام تكسر الدنيا هنروح لاحمد. العامل النفسي للعيب مهم جدا. طبعا. بتشتغل ازاي في العامل النفسي؟ العامل النفسي محتاج دايما منتال تريننج قبل البطولات. وده يعني اللي بيعمله معانا، كان يعني كل واحد بيبقى مع مدربه اللي هو في النادي عامه، هو اللي بيساعده يعني على الموضوع ده. طبعا غير بقى التشجيع من اولياء امور، من المدربين، بالذات المدربين يعني بيبقوا واقفين جنبنا جامد. لازم احسك دايما ان انت مش قليل او مش حاجه قليله، علشان ما يعني نفسيتك ما تقعش او تحس ان انت ما وصلتش لحاجه. بس يعني بس هي بتبقى فتره قبل البطولات كده، لازم يبقى في منتال تريننج كتير قبل البطولات. زي ما احنا معانا ابطال عالم وبنتكلم معاهم، لازم نقول لجماهير الاهلي، النادي الاهلي في الكوارتر الرابع وكسبان 59 58 49، ربنا يكملها على خير باذن الله، لان فريق الاتحاد السكندري فريق قوي، فريق محترم. ان شاء الله باذن الله نتمنى الفوز الى النادي الاهلي والوصول الى المباراه النهائيه 6 دقائق.